أحسن الله إليكم. هذا يقول: أنا إمام مسجد وأرجو من فضيلة شيخنا الشيخ صالح حفظه الله أن يفتينا في ذلك، وهو قضية الضابط الشرعي فضيلة الشيخ عند جمعنا للصلوات في حال المطر الغزير. نعم، هذا مباح، تجمعون للمطر الغزير بين المغرب والعشاء لأجل التسهيل على الناس إذا كان المطر غزير يبل الثياب، أما مجرد الرذاذ الخفيف فهذا لا يجوز الجمع من أجله. نعم.